يا مريم وين السلعة؟ استنى خناب وليش كاب سيئ مقش فيها سيسي راح برسم قرط حد درجين شبيك حتى نتعب تبين لك مش تحملنا مش نرجع نقرو وانت ترجعوا ولا باش تخلوا علينا بلايص انا خاوي بلايص لا حد شيء شنو شو ماشي ولا هي باش تخلى عليك بلاصتك ليه ولا كيف كيبعلك باش تخلى عليه بلاصتك تو نكلمك غير بك هز التليفون تقول شبيه هذا ايه تو نعطيك اللي اسمه انا كنكلمك بصدق انا خليقتي يا فيديه وين السلعه هي جيبي لي السلعه ما عادش علي فوت علي السلعه راه ماك عيطتي عليهم ما سمعوكش اسكت امرك